قوم يا فندم. رحيم السيوفي، عندي ميعاد مع معالي الوزير. لحظة بالله. معالي الوزير. ايه؟ رحيم بيه السيوفي وصل يا باشا. خليه يخش. قوم من معاليك سعادتك. خير يا سيد. البوليس طبع المطبعة وانا هربت. انت جاي على هنا؟ انت اتجننت؟ ما تخافش يا حلمي، محدش شافني، انا بس اللي مقلع يعني اروح البيت. تقوم جاي لي هنا بقى وجيب لي مصيبة. انت بتفكر ازاي يا سيد؟ يا عم انا جاي اعمل معاك الصح، واقول لك ان عماد بقى انا ممكن يبيعك في اي لحظة. باعك ازاي؟ الوقتي بلغ عني. هلا اطبع يا سيد، وانا طبعت وانا كلت الطعم زي لهب يا حلمي. وانت عرفت ازاي انه عماد؟ هو عماد الوحيد اللي عارف ان انا هناك، هو عماد. لا ولا كده ايه؟ كلمني في التليفون عشان يثبتني، عشان البوليس يطب علينا. اللي قلقنا يا حلمي ان الراجل صاحب المطبعه اتقبض عليه، مش بعيد يجيب سيرتي. وعماد يعمل معاك كده ليه؟ خايف من المعلومات اللي عندي تطلع بره. هي ايه المعلومات اللي عندك؟ وما حلمي هات لي شويه ميه وانا هقريك على كل حاجه. معالي الوزير بيقول لك اتفضل. مساء الخير يا معالي الوزير. تعالى يا رحيم بيه، وشك ولا القمر. ربنا ما يقطع لمعاليك عادة، برضه سبتني ملطوع بره زي زمان. طبعا زهقت بسرعه عشان هنا مفيش سكرتيره. طول عمر معاليك وانت فاهمني زياده عن اللزوم. ايه كنت عايز في ايه يا رحيم؟ ايه ده؟ واحنا ينفع نتكلم هنا؟ ايه مكسوف من باكينام ولا ايه؟ لعلمك باكينام دي بتحضر معايا اهم الاجتماعات، لما ما تلاقيهاش معايا تعرف ان انا قاعد مع ناس سكه. الله يرحمه ابويا اشتراها من بلدها على الزيرو. واضح قوي انها غاليه عند معاليك، والا ما كنتش وقفت تصلحها بنفسك. انت عارف يا رحيم، لما اتحجز على حساباتي واموالي في البنوك قعدت 4 سنين كنت حموت من الجوع. لنا شويه الانتيكات والتحف اللي كنت بشتريهم ومراتي كانت بتتخانق معايا عشان لولاهم ما كناش لقينا ناكل. من بعدها قررت ان انا اعمل كل حاجه انا بحبها وبايدي، لحد ما قدرت اخد البراءه رغم عن انف الجميع. تاخد البراءه؟ مش ملاحظ يا معالي الوزير ان الكلمه دي قللت معنى البراءه قوي؟ ايه يا رحيم؟ انت مش عارف يعني ميكافيلي؟ الغايه تبرر الوسيله، وما دام الطريق اللي انا خدته وصلني للنتيجه اللي انا عايزها ابقى انا صح. إذا كنت أنا بقى أستحق البراءة ما استحقهاش، المهم إن أنا خدتها وناجح وبامتياز. تعال خش نقعد نتكلم في العربية شوية. خش. ولا أقول لك أنت ضيفي وحبيبي، هتنازل وخليك تقعد قدام الدركسيون. خش يا راجل ما تتكسفش، ادخل. أنا اتبعت لي رقم حساب ليك في بنك وطلب مني أحول عليه فلوس. حساب أنا؟ أنت عارف أنا ليا كام حساب حوالين العالم؟ بس للأسف كلهم فاضيين. علشان كده بقى عايز تملاهم؟ مش أخويا لما يبقوا بتوع الأول. جرايا يا رحيم، بص لي كده ليه؟ ما كانتش دي لعبتك. يا ابني أنا وجهة. لكن غيري هو اللي بيستعمل الحسابات دي ويعمل فيها تحويلات كتير لناس كتير، ومش بعيد اكون عملت لك انت رخر حساب في يوم من الايام. مش انت برضه اتسجنت في موضوع زي ده؟ ايوه، بس على الاقل كنت عارف الحساب ده كان مفتوح لصالح مين. ولا اقدر اسال، انا يجيني الاوردر افتح الحساب اعمل التوكيل بس. وطبعا التوكيل ده كان بيتعمل منه توكيل لحد تاني. بس الظريف بقى اقول لك في الموضوع ده ايه؟ ان الحساب ده انا عملته من اكتر من 20 سنة. يعني اللي بعت لك ده راجل قديم قوي في الشغلانه. انت
طب ورق الحسابات والتوكيلات دي فين؟ ورقهم ليه يا اخويا؟ وانت كنت بتدي الاوراق دي للي زيي؟ ولا كنت بفكر فيهم. يا رحيم نصيحتي ليك رجع الفلوس اللي معاك دي. مش لو كنت اخدتهم؟ يعني انت ما خدتش الفلوس دي، يبقى كده مشوارك بقى مشوارين. المشوار الاولاني تدور على اللي خد الفلوس دي، ومشوارك التاني تدور مين اللي عايز الفلوس دي. سكتك صعبة يا رحيم، خد بالك من نفسك بجد، خد بالك من نفسك يا رحيم. ازيك يا مسلي؟ انا عارف انك اشتغلت مع رحيم السيوفي. اهي دي بدايه غلط. امال الصح ايه؟ الصح ان رحيم هو اللي كان بيشتغل معايا، مش انا اللي بشتغل معاه. ولا انت يا باشا مش عارف جاي تتكلم مع مين؟ لا انا عارف انا جاي اتكلم مع مين كويس قوي، بس حياه الامر نسيتك جوه السجن وهو بره دلوقتي. مفيش حاجه في البلد دايما يا باشا، دور بنلعبه. يعني ممكن بكره تلاقينا انا اللي بره السجن ورحيم او غيره هو اللي جوه السجن. عموما انا ما عنديش مشكله مع رحيم، بره جوه مش فارقه معايا. حلو، هو ده بقى اللي انا جاي عشانه. انا عارف ان رحيم ساعدك ان فلوسك تخرج بره البلد. ما ده اللي انت بتقولوه يا باشا. ده اللي بتقوله المحكمه يا يونس بيه. انا مش جاي حق معاك، انت قضيتك قفلت خلاص، بدليل انك هنا في السجن. انا جاي لك عشان حاجه مهمه. لو اديت الفلوس لرحيم عشان يطلعها لك بره البلد، ممكن ينصب عليك يقلبك في يوم؟ يقدر يا باشا، بس على فكره مش هزعل. بص يا باشا، لو انت عندك 100,000 جنيه بتوعك بس لسبب ما انت مش عارف تتصرف فيهم، لا عارف تصرفهم ولا عارف تحطهم في بنك، ولا طبعا هترجعهم للي انت خدتهم منه، فجأة نط لك واحد قال لك انا ممكن اغسل لك ال100,000 جنيه دول، بس هيبقوا 60,000 بس بتوعك شرعا وقانونا، مفيش مخلوق يقدر ياخدهم منك. وهو بيديك ال60 لقيتهم بقوا 50,000، هتقول له لا انا عايز 60؟ بالعكس، هتاخده بالحضن وتبوسه كمان. فهمت. مشكلة ان البلد هي اللي مش عايزة تفهم. ماشي، احنا بنتكلم بقالنا كتير، وبعد اذنك عايز الحق الشوط التاني من ماتش ليفربول. ليفربول؟ اوعى تقول لي ما بتشوفش محمد صلاح، ده خلى اسم مصر على كل لسان، ربنا يحميه يا باشا. تقدر تروح تكمل فرجة على الماتش، انا خلصت. اللي قولي الشوط الاول خلص كام كام؟ 100. رحيم بيه، الشغل اللي سعادتك طلبته هيخلص هيخلص، بس هو المكتب مقفول اليومين دول بسبب القضية. أنا مش عايزك تركز في أي حاجة غير اللي طلبته منك وبس. هعمل لك مكتب عندي هنا في المركب جنب الحسابات، نخلص شغلنا وأساعدك تقوم مكتبك من تاني. يا سلام، طول عمرك صاحب واجب يا رحيم بيه. طول عمري بعرف أقدر، وهقدرك أكتر لو جبت لي ملف حسن رشوان. ملفه وتاريخه كله هيكون عندك خلال ايام. مركب وعلى النيل، ده ايه التظبيط ده يا باشا؟ ممكن تسكت؟ ممكن تسكت شويه وتبطل الشويتين بتوعك دول؟ ممكن تسكتوا انتوا الاثنين وتركزوا في الشغل؟ والله شغال يا باشا، ما بنامش وقريب قوي هتتبسط. وانا مستني. يا ريم
بتعملي ايه عندك؟ مفيش يا ماما، باخد شاور وهخرج على طول. طيب يا حنان، مالها ريم؟ البت وشها متغير قوي، ويا اما حبسه نفسها في الحمام يا قافله على نفسها اوضه النوم. احسن تكون تعبانه ولا حاجه، ما توديها للدكتور. انا سالتها قالت انها كويسه ما فيهاش حاجه. حنان انا مش مطمن، خصوصا بعد ما جه الواد اللي اسمه زياد ده وزارها. عايزك تحط عينك عليها. ما تخافش ما تخافش، شكلك كده مش هينفع تيجي معايا الفرح، لازم تقعدي مع ريم. فرح؟ فرح مين؟ مش هتصدقي. قول مين؟ عماد وداليا. بجد؟ غريبة أوي دي. عشان كده عماد كان عايز يحبس السيد عشان ما يضرهاش بعد ما بقت في ايده. يا مسبتي، طب خلي بالك ما يعرف انك انت مقعد سيد في بيت الحلمية القديم. حنان انت هبلة؟ انت مش عارفة انت متجوزة مين ولا ايه؟ انا حلمي لعجاتي. طب انت هتروح الفرح؟ طبعا. عارف انك مشغول. افضلك يا عمده. هو انا جاي من غير ميعاد صحيح، بس دي خطوه ما ينفعش ابدا اعملها غير وانت جنبي. خطوه ايه؟ اهم خطوه ممكن ياخدها الانسان في حياته، الجواز. سوري الوقت كان ضيق وملحقتش اعزم حد، بس انا رحت المطبعه بنفسي، وقفت على ايدي الخطاط لما كتبها حرف فحرف. عارف طبعت كم نسخه؟ نسخه واحده بس، علشانك انت. ما مش معقول مناسبه زي دي ما يبقالهاش عندك ذكرى تفضل معاك العمر كله. هستناك. باي. مبروك يا داليا. انت ايه اللي جابك؟ عماد عزمني وما ينفعش اسيبك في يوم زي ده. انت مالك عامله كده ليه؟ في عروسه عامله كده يوم فرحها؟ عايزه نعمل ايه يعني؟ عم ارقص؟ لا طبعا. ازاي في عروسه ترقص يوم فرحها؟ عروسه تكلضم تبوز تعمل شكلها زي كده بالظبط. بقول لك ايه يا سمر، انا مش فايقه لك بجد. ولا فايقه لنفسك يا داليا. انت عارفه انت بتعملي ايه في نفسك؟ بقول لك ايه، احنا لسه فيها، المأزوم مجاش. عايزة نعمل ايه يعني؟ او ما امشي؟ لو عايزة تعملي كده اعملي كده على طول. في حاجات ينفع تعمليها دلوقتي، بعد كده مش هينفع يا داليا. مبروك حلمي. ايه ده، انا مبسوط انك جيت. كان لازم اجي. مبروك يا عماد. الله يبارك فيك. فرحان لك قوي. ربنا يخليك يا حلمي، عقبال ولادك يا رب. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل
فلا هادي له. وأشهد أن محمدًا رسول الله. الحمد لله الذي حلل النكاح وحرم السفاح. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. مبروك يا عماد. الله يبارك فيك. مبروك يا مدام. انت ليه عزمت رحيم؟ انت شايفة ان ده انسب موضوع نتكلم فيه في اللحظة الحلوة دي؟ اللي انت عملته ده اهانة ليا. انا مش لعبة تغيظوا بعض بيها. دودو انت فهمت الموضوع غلط. ده واحد بيني بينه عشرة وبزنس، فعزمته عادي يعني زي ما اوكي دي غلطة وانا اسف، ما كانش صح اعمل كده. اوكي خلاص انا اديت تكشيره في لحظه زي دي. عماد لو سمحت انا تعبانه. طيب ايه رايك اسيبك شويه كده تروقي وتغيري هدومك وارجع لك؟ اوكي بعد اذنك، ما تضغطش عليا. ده لا هتبقى ليلة عنب. اوكي يا روحي براحتك خالص قدام العمر كله. فاكر ان انا مبسوط باللي حاصل ده. اذا كنت انت زعلان قراط فانا زعلان 24 قراط، وربنا وحده يعلم يا ابني قد ايه انا بتعذب وانا شايفك قصادي بالشكل ده. انا زعلان يا واحد بدر. زعلان قوي. عارف ليه؟ لأنه انت
طول عمر الضربة بتجيلي من بره. أول مرة الضربة تجيلي من أقرب الناس ليا. وضربة القريب بتوجع أوي. وجعها ما بيروحش. بس عارف الرحيم يا ابني ما كانش ليها حل غير كده. كانش ليها حل. ساعات يا ابني بيكون لازم ندفع تمن غلطة وقع فيها اللي بنحبهم. وساعات الدنيا بيبقى لها حكم قاسي علينا ومفيش قدامنا غير اننا ننفذ واحنا راضيين. يا باشا احنا هنطلع على المديريه خلاص، هتقول في ايه بقى ولا كنت مزنوق في توصيله خلاص؟ احمد باشا، سياده اللواء صادق عارف موضوع زيارتك ليونس عبد الحميد السجن. هو ايه المشكله؟ هما منعوا زياره المسجونين دلوقتي ولا ايه؟ لا قصه مشكله يا باشا، بس سيادتك عارف ان يونس عبد الحميد ده مش مسجون عادي، ده كان بينه وبين رحيم شغل كتير جدا قبل ما يتسجن، وده معناه سيادتك انك لسه شغال على قضيه رحيم. هو انتوا خلاص ما فيش غير رحيم في بالكوا بس؟ بالنا. يا احمد باشا انت ليه حاسبني في صف اللي هو صادق؟ طب الباشا العظيم ما كلمنيش بنفسه ليه؟ يا باشا هو يكلمك ليه؟ وانا قاعد معاك في العربيه اهو. اه. انت قاعد معايا بقى عشان تقررني وتقول له. هو عاوز يعرف ليه يونس عبد الحميد بالذات؟ هو ما يعرفش ان انا وصلت لاخو ممدوح ولا ايه؟ ممكن ما يكونش ربط الموضوع، هو ما عرفش انك وصلت لهم اصلا. طب وانت خالد؟ ما قلتليش ليه انك زوجت اخو ممدوح؟ والله يا احمد باشا مش كل حاجه في القضيه انت بتقولها لي يعني، واحنا شغالين مع بعض. معنى كده انك عارف بقى موضوع ال 700 مليون. هتقول لمحمود ولا ايه النظام؟ اللي سيادتك عايز نعمله هعمله. اعمل اللي انت عايزه يا باشا. اعمل اللي انت عايزه. زيارتي الأخيرة للسجن دي وضحت لي حاجات كتيرة أوي. زي إيه سيادتك يعني؟ إن لا يونس ولا لزايو هما اللي ورا اللي بيحصل لرحيم من ساعة ما خرج من السجن. أمال هيكون مين سيادتك يعني؟ واحد عنده معلومة الفلوس اللي عند رحيم عايز ياخدها منه. الواحد ده سبقنا بمعلومة، هو اللي إدى أمر بالقبض على رحيم، فهو اللي إدى إذن بخروجه برضه. قصد سيادتك يعني ان اللي هو صادق هو اللي بيحدد رحيم عشان موضوع 700 مليون؟ للاسف مفيش غيره يا باشا. خساره يا سياده اللواء، خساره. يلا انا حوست الدنيا. كلي بقى جبت. امال فين الحاجة بدر؟ ملوش نفس يفطر، خبطت عليه الصبح، بس انا دخلت له الفطار. مش عوايده يعني يفطر لوحده. رايح دماغك انت يا ام بسمه. وهو انا قلت حاجة؟ انا سكت اهو. هشام رحيم هو كمان مشي من بدر. ما هو ياخد حبة كده عقبال ما ينسى اللي حصل. نبي ما انا عارفة عاجبه ايه بس في اللي اسمها داليا دي. ده حتى معصعصة. ده انا هجيب له عروسة. انما ايه؟ مز على ابوها بطايه كده تنسيه كل اللي حصل له. عروسه ايه يا وليه؟ انت اتجننتي؟ انت فاكراها عيل صايع من اللي كانوا بيسرحوا معاكي؟ ما تفهميها يا بسمه، فهميها هي قاعده فين وبتتكلم على مين، ولو عايزه تبقى خطبه ترجع بقى الحته اللي جت منها. اصل ام بسمه اللي يقعد في القصر ده لازم يبقى قده. سديته نفسي. طب هو كمل اكلك. ايام ياما لما استماه، هو كل ما يروح عليا ترجعي تنكدي علينا؟ يا بنت انا شايفه الراجل زعلان، قلت يعني ده هو اللي فاتح القصر ده وكلنا عايشين من خيره، بتعمل معاه واجب محبه، عربوني يعني كده. وانت مالك؟ مالي ده ايه؟ الله تصدقي ان انا غلطانه اصلا نزلت افطرت معاكي؟ خليكي قاعده بقى لوحدك. افطري لوحدك. افطر لوحدي، افطر لوحدي، انا هقوم بكل ده لوحدي، مش محتاجاكوا في حاجه.
ايه الخيبة السودة دي؟ انتوا على كده بقى راح عليكم حجز الاوتيل؟ مشكلة مش في حجز الاوتيل بس، مشكلة في الشغل. انا ما اقدرش اتاخر اكتر من كده على المصنع. طب ما تسافروا دلوقتي، احجزوا في اوتيل تاني. انا عن نفسي مستعد اطلع المطار زي ما انا كده دلوقتي. ايه رايك يا دالي؟ الحقوا شويه من شهر العسل. في رساله؟ في حاجه مهمه حصلت ولازم تعرفها. خير؟ الواد ده اسمه ماجد محسن. اليوم اللي دخلت فيه الدكتوره داليا الاسم في قضيه المخدرات راح عمل محضر في اسم الشرطه انه موبايله اتسرق منه. طب وبعدين؟ اليوم ده هو نفس اليوم اللي اترمى فيه للدكتوره داليا الموبايل وكلمها واحد عشان يهربها من الاسم. الراجل اللي كان بيهددها على طول. ممكن يكون صدفه. مش لازم يكون تليفونه اللي اتسرق، يكون هو نفسه اللي اتبعت لداليا. ما هو مش هو. الله، انت عايز ايه يا سامي؟ انا مش فارق لك. انت لو صبرت عليا شويه. انت اتكلم يا اخي. اسمع مني المعلومه اللي هتخليك تربط كل حاجه في دماغك. الواد ده شغال فرد امن في مصنع عماد بيه. شفت بقى انها مش صدفه؟